نشرة الأخبار من قناتي الأخبار المغربية أم 24 مشاهدينا، أهلا بكم. بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة للسيد شيجيرو إيشيبا رئيس وزراء اليابان، وذلك بمناسبة توليه رئاسة حكومة بلاده. وأعرب جلالة الملك في هذه البرقية عن أحر التهاني للسيد شيجيرو إيشيبا على الثقة التي حظي بها لتولي رئاسة حكومة اليابان، مقرونة بأطيب المتمنيات بكامل التوفيق في مهامه السامية لخدمة الشعب الياباني الصديق والمضي ببلده العريق نحو المزيد من الإنجازات على درب الرقي والازدهار. كما أشاد جلالته بهذه المناسبة بالمستوى المتميز الذي يطبع علاقات الصداقة والتعاون المغربية اليابانية، والتي يتطلع البلدان بحرص دائم إلى مزيد أو إلى مزيد تعزيزها والارتقاء بها على مختلف الأصعدة. في موضوع منفصل، صادق مجلس الحكومة اليوم الخميس على مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة. هذا وصادق مجلس الحكومة أيضا على مشروع مرسوم بتحديد نظام البدلة الرسمية لموظفي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والشارات المميزة لها وخصائصها. كما صادق مجلس الحكومة على مشروعي مرسومين بتجديد ترخيصين ممنوع حين لشركتين للاتصالات. هذا واطلع مجلس الحكومة على اتفاق بشأن الاعتراف المتبادل برخص السياقة لأغراض الاستبدال بين الحكومتين المغربية والإيطالية، ومشروع القانون رقم 3824 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور. واختتم المجلس أشغاله بالمصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا. أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتس اليوم الخميس أن الحكومة تتابع عن كثب أوضاع الجالية المغربية المقيمة بلبنان على إثر التطورات بهذا البلد الذي يشهد تصعيدا عسكريا. وأوضح السيد بيتس أنه تم تشكيل خلية أزمة على مستوى سفارة المملكة ببيروت من أجل الإبقاء على الاتصال المباشر مع أفراد الجالية والاطمئنان عليهم وتوجيه لضمان أمنهم وسلامتهم. وأفاد الوزير بأن عددا من أفراد الجالية المغربية غادروا رفقة أسرهم لبنان، مؤكدا أنه لم يتم تسجيل أي إصابة بين المواطنين المغاربة المقيمين بهذا البلد. دعا عدد من الفاعلين إلى بناء شراكة جوهرية تجمع القطاعين العام والخاص، دعوة جاءت خلال أشغال المناظرة الثانية للصناعات الثقافية والإبداعية التي احتضنتها مدينة الرباط تحت شعار الشراكة بين القطاعين العام والخاص ميزة للثقافة. تفاصيل في تقرير لهشام فرحان. الدعوة إلى إرساء شراكة قوية ودائمة بين الفاعلين العموميين والخواص في مجال الصناعات الثقافية والإبداعية أبرز ما خلص إليه المشاركون في جلسة نقاش عقدت ضمن أشغال المناظرة الثانية للصناعات الثقافية والإبداعية. بحسب الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية محسن جازولي، فإن الدولة عملت وستعمل على مواكبة الصناعات الثقافية والإبداعية من خلال إحداث بنيات تحتية جديدة إلى جانب التمويل المبتكر. أما الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة فيصل العريشي فأكد على ضرورة اعتماد مقاربة شمولية في مجال الشراكات وعدم الاقتصار على الشراكات بين القطاعين العام والخاص في المجال الثقافي. من جانبه دعا نائب رئيس فيدرالية الصناعات الثقافية والإبداعية فهر الكتاني مجموع الفاعلين إلى تشجيع ريادة الأعمال في المجال الثقافي، فيما سلطت موكي مكورة المديرة التنفيذية لمنظمة أفريكا نو فلتر الضوء على أهمية البيانات في تطوير قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية. وتأتي المناظرة الثانية للصناعات الثقافية والإبداعية لإبراز أهمية هذا القطاع الواعد والديناميكي الذي يخلق الثروة ويوفر فرص الشغل إلى جانب مساهمته في إشعاع المملكة.
في خبر آخر، شكل موضوع نظم المعلومات الجغرافية وأهميتها في التنمية الترابية وصنع القرار محور الدورة السادسة للمؤتمر الدولي لمستخدمي نظم المعلومات الجغرافية المنعقد بالرشيدية، وذلك بحضور ثلة من الأكاديميين والباحثين وممثلي المجتمع المدني. لنتابع. نظم المعلومات الجغرافية وأهميتها في التنمية الترابية وصنع القرار محور الدورة السادسة للمؤتمر الدولي لمستخدمي نظم المعلومات الجغرافية المنعقد بالرشيدية. اللقاء العلمي يروم مقاربة أحدث الابتكارات في إدارة نظم المعلومات الجغرافية. دور ديالنا حنايا هو نجيبوا المعلومة وتكون معلومة دقيقة، وهذه المعلومة دقيقة نوضعوها راه الإشارة للمسؤولين اللي كيخدموا في المجال، لأن ما يمكنش تكون تنمية المجالية إلا ما كاينش معلومات علمية دقيقة وجات عن طرق واحد طرق علمية دقيقة اللي غادي تعطينا واحد المعطى ولا واحد النتيجة اللي هي تستغل باش تكون تنمية. الهدف من هذا المؤتمر هو مناقشة الأفكار والتطورات والابتكارات في هذا المجال الحيوي، ألا وهو استخدام نظم المعلومات الجغرافية، والذي يعتبر مجال يستعمل في عدة مجالات، ألا وهي تطور الحضاري، تغيرات المناخية، وصولا إلى تقييم ومعالجة الكوارث الطبيعية. المشاركون ناقشوا عدة محاور تتعلق بأدوار نظم المعلومات الجغرافية في تحليل وتدبير تغيير المناخ والتنمية الإقليمية والكوارث الطبيعية والتخطيط الحضاري. المشروع ديالنا هو جا باش يحل واحد الاشكاليه ديال الملوحه اللي كاينه في الواحات المغربيه، سورتو الواحات ديال الجنوب الشرقي. هاد الواحات هادو وهاد الاسطول هذا كيعاني من الملوحه، ومن بعد جبنا واحد الحلول كتحليه ديال المياه والنيفو ديال لا ريجيون. هاد المشروع هذا ديجا عطى واحد النتائج اوليه. الحدث المنظم من قبل فريق البحث في المصادر الجيولوجية والبيئة الجيولوجية وتراث الواحات التابع لكلية العلوم والتقنيات بالرشيدية يروم بالأساس تعزيز التعاون بين الفاعلين في هذا المجال. نظمت مؤسسة المهرجان الدولي للفيلم بمراكش حملة طبية مجانية بعملة المضيق الفنادق، وتندرج هذه المبادرة الاجتماعية في سياق البرنامج الاجتماعي والتضامني لمؤسسة المهرجان الدولي للفيلم بمراكش. باقي التفاصيل مع سكينة سوية. هي حملة طبية مجانية لمكافحة العمى تنظم بعمالة المضيق الفنيدق إلى غاية الرابع من أكتوبر الجاري من قبل مؤسسة المهرجان الدولي للفيلم بمراكش تحت الرئاسة الفعلية لصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد. المجموعة ديال العمليات الجراحية واللي كتقدر تقريبا 60 عملية في اليوم، 60 عملية جراحية خاصة بالجلالة، إلى حدود الساعة تم تقريبا 400 تم التشخيص ديال 400 حاله اللي غتستافد من هذه العمليات الجراحيه، كما ان الناس اللي كانوا استافدوا من العيادات الطبيه تقريبا الى حدود الساعه العدد كيتقدر ب 3000. هذه الحمله الطبيه لجراحه العيون، هذه الحمله ال 24 اللي كتقوم بها المؤسسه منذ 2009، الهدف منها هو تقريب الخدمات الصحيه للفئات الهشه. تقريبا 500 ديال الناس اللي غادي يستافدوا من هذه الحمله الطبيه، واكثر دابا وصلنا هذه اليومين وصلنا 3000 كونسلتاسيون ميديكال. هذه المبادرة الاجتماعية تنظم بشراكة مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ومؤسسة الحسن الثاني لطب العيون. الوزارة منخرطة بشكل قوي في هذه المبادرة الطبية التي تتوافق مع أهداف البرنامج الوطني لمحاربة العمى، ومحاربة العمى لا تشكل فقط تحديا طبيا وصحيا بقدر ما تشكل أيضا تحديا اجتماعيا واقتصاديا. المبادرة الطبية تستهدف الأشخاص المعوزين خاصة في الوسط القروي الذين قد يواجهون صعوبات في الولوج إلى العلاجات الضرورية للأمراض المؤدية للعمى.
دوليا وصل رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إلى العاصمة بروكسل في أول زيارة رسمية له للبلاد منذ توليه هذا المنصب، وتأتي الزيارة لتقوية العلاقات الثنائية لا سيما بعد خروج لندن من قائمة التكتل. تقرير لمراسلنا في بروكسل سامح رمضان. في أول زيارة لرئيس الحكومة البريطانية كير ستارمر للعاصمة بروكسل منذ توليه منصب رئيس الوزراء، زيارة تأتي على رأس عناوين سياسية بحتة أهمها إحياء العلاقات الثنائية بين لندن والتكتل، لا سيما بعد انعكاسات بريكزيت وتداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. يؤكد الوزير الأول البريطاني والذي صوت سابقا لصالح البقاء في الاتحاد في استفتاء عام 2016 على أهمية تنحية الخلافات والمضي نحو إقامة علاقات قوية مع القارة الأوروبية. إننا مصممون على وضع الأعوام التي تلت خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي خلفنا، وعازمون على إقامة علاقة أكثر واقعية ونضجا مع الاتحاد الأوروبي، وتكون هذه العلاقة قائمة على أسس مستقرة وإيجابية، وهذا هدفنا. ولدينا اعتقادا راسخا أن الشعب البريطاني يريد العودة إلى القيادة البراغماتية والمعقولة، وهذا عندما يتعلق الأمر بالتعامل مع أقرب جيراننا. رئيسة المفوضية الأوروبية كانت من أول المستقبلين للضيف البريطاني، تؤكد فوندغلاين على توافق أوروبي مع لندن على صعيد علاقات ثنائية تجمعها الاتفاقيات القوية والشراكات الاستراتيجية. نرحب بك في بروكسل ونؤكد أنه يجب علينا جميعا أن نستكشف نطاق المزيد من التعاون بيننا، ونركز على التنفيذ الكامل والجاد لاتفاقية الانسحاب، ونمضي نحو صياغة اتفاقية التجارة والتعاون. باختصار، لدينا الكثير من الملفات التي تحتاج النقاش، وأنا أتطلع كثيرا إلى العمل معكم ومواصلة تعزيز علاقاتنا، ونحن على اتفاق بشأن الكثير من الموضوعات بيننا. تندرج زيارة كير ستارمر لبروكسل في إطار الرمزية السياسية البريطانية العاملة على تذليل العقبات الناجمة عن بريكزيت ولتبديد الفجوات السياسية بما يضمن الوصول لتحسين العلاقات مع دول الاتحاد الأوروبي. ورياضيا، كشف الناخب الوطني وليد الركراكي اليوم الخميس عن اللائحة النهائية لعناصر المنتخب الوطني المستدعات للمشاركة في المقابلتين اللتين سيخوضهما أمام منتخب أفريقيا الوسطى يومي 12 و15 من أكتوبر الجاري بالملعب الشرفي بوجدة، برسم التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس أفريقيا للأمم التي سيحتضنها المغرب في الفترة الممتدة بين 21 من ديسمبر 2025 و18 من يناير 2026. وفيما يلي لائحة لاعبي المنتخب الوطني الذين تم استدعاؤهم: في حراسة المرمى ياسين بونو، منير المحمدي، صلاح الدين، شهاب. في خط الدفاع أشرف حكيمي، نصير مزراوي، عبد الكبير عبقار، جمال حركاس، نايف أجرد، محمد شيبي، آدم أزنو، عبد الحميد أيت بودلال. وفي خط الوسط سفيان أمرابط، إسماعيل سيباري، بلال خنوس، رضا بالحيان، أسامة ترغلين، عز الدين أوناحي. وفي الهجوم إلياس أخوماش، أمين عدلي، سفيان رحيمي، أيوب الكعبي، يوسف نصيري، إلياس بن صغير، عبد الصمد زلزولي، وأسامة صحراوي. رياضيا، دائما انتزعت سربة المقدم الحسين أكراد من جهة سوس مساء أمس الأربعاء صدارة الترتيب المؤقت للدورة السابعة للجائزة الكبرى لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس لفنون الفروسية التقليدية التبوريضة، وذلك في عقاب اليوم الثاني لهذه المنافسات التي تقام ضمن الدورة 15 للمعرض الدولي للفرس بالجديدة. تقرير لرضوان مستقيم. سربت المقدم الحسين أجراد من جهة سوس مساء تنتزع صدارة الترتيب المؤقت للدورة السابعة للجائزة الكبرى لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لفنون الفروسية التقليدية التبوريدة، وذلك في أعقاب اليوم الثاني لهذه المنافسات التي تقام ضمن الدورة 15 للمعرض الدولي للفرس بالجديدة.
الرتبة الثانية في هذه الجائزة التي تعرف مشاركة 18 مجموعة آلت إلى سربة المقدم العربي بن خدة من جهة بن ملال خنيفرة، فيما آلت الرتبة الثالثة إلى سربة المقدم شرف البحراوي من جهة مراكش آسفي، متبوعة في المركز الرابع بسربة المقدم عبد الغني بن خدة من جهة بني ملال خنيفرة التي تصدرت ترتيب اليوم الأول. وتتضمن هذه المنافسات عروضا تقدمها السربات التي تضم كل واحدة منها 15 فارسا وفرسا إضافة إلى العلام أو المقدم، وتكون في غاية الانضباط لتنفيذ التبوريدة بدقة متناهية، على أن يتكلف المقدم الذي غالبا ما يكون أكبر الفرسان سنا بمهمة تنظيم وتحفيز فرسانه. أصدر الستار أمس على منافسة النسخة الثالثة من كأس العالم في رياضة الوينغفويل، وقد عرفت المنافسات التي احتضنتها مدينة الدخلة تتويج الإسبانية إلينا مورينو باللقب في فئة السيدات، بينما عاد اللقب في فئة الرجال للأمريكي كاش بيرزولا. تفاصيل في تقرير هشام فرحان. على أرض مدينة الدخلة استطاعت الإسبانية إلينا مورينو الظفر بلقب النسخة الثالثة من كأس العالم للوينغ فويل في صنف السيدات بعد التغلب على منافستها الهولندية بوين فاندرليندن. تتويج مورينو باللقب جاء عقب حصولها على 15 نقطة فاصلة 15 مقابل 13 نقطة فاصلة 13 لديرليندن. إنها المرة الثانية التي أتواجد فيها بالداخل ذات الموقع الجغرافي المتميز. التنظيم كان محكما والمنافسة كانت مرهقة، غير أنه كان علي تأقلم مع مختلف الظروف. الأمواج كانت عالية بما يكفي للحصول على نقاط جيدة، وأتمنى أن أعود مرة أخرى إلى مدينة الداخل واعتلاء منصة التتويج مجددا لأنني أحب هذا المكان. أما في صنف الرجال فقد عاد لقب التظاهرة للأمريكي كاش بيرزولا بعد حصوله على 18 نقطة فاصلة 96 متغلبا على مواطنه أوتيس باكينغهام الذي حصل على 16 نقطة فاصلة 50. إنه حدث رائع تميز بجودة الرياح والظروف المناخية، وأنا سعيد بقضاء لحظات جميلة في مدينة الداخلة التي أزورها للمرة الثانية. هي المرة الأولى التي أزور فيها مدينة الداخلة التي طالما راودتني فكرة المجيء إليها. الأجواء كانت جميلة سواء فيما يتعلق بالثقافة المحلية أو طريقة تعامل الناس. 70 رياضيا من 17 دولة شاركوا في هذه التظاهرة التي تهدف إلى الحفاظ على مكانة الداخلة كعاصمة عالمية في مجال رياضة التزحلق على الأمواج. بذلك مشاهدينا نكون قد وصلنا لختام هذه النشرة، نشكر لكم طيب المتابعة، في أمان الله.